وبدأ في زمانكم وقبلكم بشوية يطلع الموديل ده. الموديل ده اللي هو البيزنس موديل كانفاس، وتطور لأشياء أخرى، لكن ده البيز. الناس وهي قاعدة شغالة بتلاقي حاجات كتير موجودة معاها، فده كان رسالة مش فاكر دكتوراه ولا ماجستير. الراجل جمع العناصر اليونتس البوينتس الأساسية اللي بيدور حواليها البيزنس، اللي بتبقى في دماغ رائد الأعمال وهو شغال بيطرح نفسه للعالم. ومن خلال بقى اللي فات كله لقى عمودين رئيسيين بيتبدئ منهم البيزنس، البيزنس موديل ده، الكاستمر والفاليو. ناس بتروح على الفاليو، ودول الناس التقنيين او الكرييترز، الناس اللي بيبقى عندها افكار اكتر ما لها علاقات بالسوق والبيزنس والمال. دايما دماغه تسبقه على القيمه اللي هيقدمها للناس، يقول لك الفكره دي هتقدم كذا، الفكره دي حلوه، حلو مقصود بيها بتعمل ايه للناس يعني. مش مين الزبون ومين الناس دول؟ الاسهل انك تدعي ان دي فكره حلوه، دي سهله، لكن صعب جدا انك تبرهن، لان البرهان معناه انك رحت للكاستمر بتاعك وسالته وقال لك اه اوكي ده دي ممتازه. وهنا لازم تكون عارف الكاستمر. عندك 100 مليون مصري، انت رايح لانهي مساحه فيهم؟ مين هم ال 100 مليون؟ مين هم ال 100 مليون؟ في 50 مليون ست وبنت، وفي 50 مليون ولد وراجل. رايح للنص ولا للكل؟ في اعمار في البنات والرجاله، في ده اطفال وفي شيوخ، في امهات وفي اباء، في اغنياء وفي فقراء. تعليم بقى كاتيجوريز كتير قوي، من ابتدائي للدكتوراه، والدكتوراه دي فيها 100 تخصص، بتوع زراعه، بتوع طب، بتوع هندسه، بتوع اسنان. اوهو، في عندنا اديان، في مسلمين، في مسيحيين، في يهود، بنسب مختلفه بس موجوده. انت رايح لانهي زبون عشان تقول له ايه رايك في الفاليو دي؟ طب انا طبعت المصحف طباعه فاخره، اروح اقول للمسيحيين واليهود ايه رايكم في الطباعه دي؟ او الانجيل ايه رايكم المسلمين في الطباعه دي؟ لا. اذا انت رايح للمسلمين او رايح للمسيحيين. طب انت رايح لمين المسلمين؟ واحد واحد مسلم مش يعني مش كير، مش مهتم، يقول لك والله طباعه فاخره مش طباعه فاخره، مصحف يعني مالك في ايه؟ انا احسن لي ما تكونش طباعه فاخره، انا عايزه عادي كده. الازهري يقول لك والله طباعه فاخره مش خليه ليك، انا حافظه مش محتاجه. رايح لمين؟ كيف تحدد الزبون؟ والسؤال بقى، وانا رايح بالفاليو ادور على الزباين، ولا اروح للزباين اسالهم على اللي هم عايزينه؟ دول اتجاهين. اللي عنده قيمه او فكره او فاليو وعايز يدور على الزبون هيصرف كتير. ليه؟ لان كلمه دور على الزبون دي مش راح اساله ايه رايك في البدايه حلوه، ايه رايك في البدايه دي حلوه، لا يا حبيبي هعمل دعايه تقنعه انها حلو، فبصرف. وعشان كده لما بيكون عندنا افكار في تمبلت كده بنسلكت منها الايديز، الافكار الجديده او الافكار الكويسه، في مربع او بلوك كده بيقول لك لو انت فكرتك يونيك وحيده مش موجود زيها، وبالتالي ملهاش فاليو عند الناس، ما حدش يعرفها، فالبزنس يسالك الماركت بلان هيكلفني كام؟ وشكله عامل ازاي؟ هتشتغل ازاي؟ ازاي هتقدر تنشر الفكره دي من الناس؟ زي التابلت مثلا اول ما نزل، في بتاع كده مش عارف اسمه ايه، جاي اهو جديد مش عارف بيعمل ايه، حلو، حد يعرف ده؟ لا. طب ده عشان يقنعك انك تشتريه، ما انا ما اعرفوش اصلا، مش هروح اسال عليه، ده مش طماطم، مش خيار، مش كوبايه، مش ازازه، مش لمبه، اروح اسال عليها لما احتاجها. دي حاجه من الناس ما تعرفهاش. فبيسالوا، فبيعمل ايه بقى؟ لما تعرضها على الاستثمار يقول لك الناس ما تعرفش الكلام ده، هننشره ازاي؟ هتكلف كام دعايه واعلانات؟ الكامبين بتاعك هيكلفني كام؟ الماركت بلان اخباره ايه عشان تقدر تخلق لي زبون؟
لان معظم التكلفه هتبقى هناك في الماركت بلان. فالناس دي لما تروح بالفاليو ساعتها الكاستمر ما يهمهاش قوي، هي تقول الفاليو بتاعتي ايه وحدد كاستمر معين، هيرو بيحدد الكاستمر ويبدا يقلل له بقى، يضغط عليه في الدعايه. خلاف ناس ثانيه تقول لك لا انا مش هصرف فلوسي هنا وبرضه ما اضمنش ان انا اصنع الكاستمر زي ما عايزهم، ولكني انا هدرس شويه السوق واشوف مين الزباين وايه مشاكلهم. يعني هاخد شريحه طلبه زراعه، زراعه القاهره غير زراعه الاقاليم، وادرس زراعه القاهره ايه مشاكل الطلبه دول زبوني، ولو هم عندهم مشاكل ابدا اخدها واحلها لهم واطلع لها ومنهم بقى اعرف الفاليو اللي هم عايزينها. فانا الفاليو مش هبتدعها، انا هعمل سوليوشن توفر هذه الفاليو. انا هدرس السوق واشوف رغبات الناس وطلباتهم واحتياجاتهم وهكون منها الفاليو وهكون منها الحل. فانا هدرس البروبلم بتاعت الكاستمرز دول، مشاكلهم، واخلق الفاليو اللي هم عايزينها في حلول وسوليوشن. هما كلمتين، قيمة وزبون، لكن تحتهم كتير قوي. فايه هي الفاليو اللي انت رايح تقدمها للكاستمر؟ ومين هو الكاستمر؟ ومين قبل التاني؟ طب يا عم انا عندي زبون وعندي قيمة لي، هوصل له ازاي؟ انا عملت القيمة دي وادي المنتج بتاعي اهو، هوصل دي للزبون ازاي؟ التشانل، ايه الطريقه اللي هشتغل بيها؟ هل جرايد؟ هل هنزل في الشارع واوزع هدايا؟ هل هعمل ايفنتات في اماكن؟ هل هشتغل سوشيال ميديا؟ هل هبعت جوابات بريد للبيوت عشوائيه؟ هل هعمل ايه؟ ماذا سافعل؟ كيف ساصل؟ ومين قبل التانية وليه؟ طيب وصلت يا عم، ازيك يا عم الكاستمر، اهلا وسهلا بيك، اتفضل حاجات معايا والله العظيم حلوة. خدت مش هسيب، روحت. كاستمر ريليشن شيب، علاقتي بايه؟ الراجل ده البتاعة دي مش شغالة يا عم، البتاعة مش شغالة، اتصل بيا مشغول، اتصل بيا ما ردش عليه، اهرب منه ولا اتابعه؟ انا اول ما اروح اكلمه، ترى حضرتك الحاجة استخدمتها؟ طب احنا تحت امرك او مستخدمها، طب شوف ايه رايك، طب مش عارف ايه، طب راي اللي حواليكني يهمنا، كل سنه طيب، عيد ميلاد سعادتك، اي فنجان. المهم القهوه، المهم اتواصل معاه، اشوف له حجج، اعمل له جروب واتس وكلهم مع بعض، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يشتموني لو انا بتعدي من حاجه يقول لي. خلاص؟ طيب انا يا عم عندي فاليو، عندي حاجه كويسه بعملها للكاستمر بتاعي. انا عشان اعمل البتاع البلاستيك دي والقلم انا مش عارف اعمل ازاي، ففي انشطه محتاج اعملها جوه شركتي عشان اصنع دول. ايه بقى الانشطه؟ الكي اكتيفيتيز. الكي اكتيفيتيز ايه؟ الانشطه اللي داخل الشركه اللي عشان تعمل بيها الفاليو للعميل. تصميمات، تغليف، دعايه، حسابات هتتم، ايه تاني؟ ايه حسب نوع نشاطك؟ تصميم، استنباط، بلاستيك. حد عايز حاجه؟ تمام. طيب الانشطه اللي انت بتعملها دي جوه الشركه مش هتعرف تعملها من غير ما يكون في ريسورسز. انا عشان اعمل البلاستيك ده تمام لازم قبل اصممه، ودي من الانشطه. طب صممت، عشان اصمم محتاج كمبيوتر ومحتاج السوفت وير ومحتاج مبرم ديزاينر، يعني هيومن ريسورس، كمبيوتر ريسورس، مكاتب، ايجار، سيستم، ريسورسز اللي انا عايزها 1 2 3 4 5 6 عشان احقق الانشطه اللي فوق اللي في الكي اكتيفيتيز. يعني الانشطه اللي عندي هنا محتاجه حاجات تشتريها، ريسورسز تكون موجوده، محتاج توفرها عشان تعمل الانشطه اللي فوق دي عشان تحقق الفاليو للكاستمر ده.
الحاجتين دول الكي اكتيفيتي والريسورس دي بيكونوا عندي في الاخر هيكل للانفاق اللي هي الكوست ستراكشر، تكلفه او هيكله التكاليف. ايه هيكله التكاليف اللي عندي؟ هيكله يعني ايه؟ مرتبات، بنود، بوينتس، رواتب، ايجارات، سيرفرز، انترنت. ايه الاسيست، ايه البوينتس، الهيكله الاستراكشر الاساسي الموجود عندي في التكاليف. الناحيه الثانيه الريفينيو ستريم. طيب انت يا سيدي عملت الانشطه دي وحطيت لي كل حاجه، التدفقات النقديه مصادرها، الفلوس داخله لك منين؟ مبيعات، صيانه، كورسات، الفلوس جايه لك منين؟ من ايه مصادر الدخل اللي عندك؟ الريفينيو اللي هي مصادر الربحيه. ايه اللي جاي؟ التدفقات النقديه بتاعتك دي جايه منين؟ الكي بارتنر دول ناس مش في الشركه، مش شركائك انت، لا، ولكن انت بتعتمد عليهم في عمليه الانتاج. يعني بمعنى دي ازازه، الازازه دي فيها مي، فانا شركه تعبئه مي مش شركه صناعه الازايز والغطيان، فبجيب الازازه والغطا من اي مكان وعبي مي. مصنع الازايز والغطيان ده كي بارتنر بالنسبه للراجل اللي بيعبي الازايز. فهمت دي؟ فكل شريك خارجي انت تعتمد عليه في عمليه الانتاج. طيب نرجع نقول ان المحاور الرئيسيه في البيزنس موديل هو المستخدم الذي تقدم له قيمه فيقدم لك مالا. ايه دي الخلاصه؟ شخص هتقول له اتفضل، يقول لك خد. اتفضل خد دي انت وصلت له، يعني في طريقه راح وصلت له بيها اللي هي الشنط. القيمه دي عشان تعملها له انت قعدت في المكتب تعمل حاجات كتير. الانشطه. انت اصلا عشان تقعد في المكتب يكون المكتب موجود وانت عندك كرسي قاعد عليه، ففي ريسورسز معاك عشان تعمل الانشطه دي. هتروح له فتديله الحاجه يديك انكم. ده ملخص البيزنس موديل. البيزنس موديل ده قصص وحكايات لا تنتهي قصصه. لما تشتغل عليه وتحطه قدامك وتحط كام ستيك نوت عليه كده وتقرا ما كتبت، تبدا افكارك تطلع، تبدا عمليه تغيير ثانيه، وتقرا اللي انت كتبته فافكار اخرى تطلع، فتبدا عمليه تغيير ثالثه. ثم يجي زميل او شريك معاك يشتغل لوحده ويغير افكاره هو لوحده، تيجي تقعدوا مع بعض فتقعدوا انتوا الاثنين فتتغير الافكار لثالث رابع مره، فجيبوا حد خامس او حد اكبر او منتور ليكم تتغير ثاني وسادس وسابع. تخش تتفرج على بزنس موديل بعض الشركات الناشئه، ما حدش بيحط البزنس موديل بتاعه اللي شغال بيه دلوقتي، انساها دي، كل ديك الحاجات القديمه. اهل القهوه جت، شفت بقى؟ شكرا جزاك الله خير. فالقصه في البزنس موديل لا تنتهي. وعشان كده هو لوحده مجال ابداع وافكار. ولكن خطورته ان اللي ماسك القلم مين؟ واحد قاعد على الترابيزه بيتكلم ويدردش، ولا واحد طالع من قعر الشارع زي ما بيقولوا وفي الماركتينج وفي الشوارع يمين وشمال وساحلها وش وضهر وماسك القلم؟ شتان بين الاثنين، هما الاثنين شخصين وكل واحد معاهم قلم، كل واحد بيقول افكار، بس واحد بيخرف ومش عارف الافكار دي هيتعمل بيها ايه وتتنافس ازاي وايه توابعها على الارض، وواحد جايبها من الشارع ففاهم كل كلمه حطها على الورقه معناها ايه. مش كل واحد مسك نشط ودخل على مريض ضرب النشط في بطنه بقى جراح، كلهم في اللحظه الاولى سواء. دايما في لعبه الشطرنج بقول الشطرنج انفير،
انفير في انهي مرحله؟ في مرحله البدايه قبل ما نلعب، واحنا الاثنين راصين نفس الرص وحاطين على خدنا كاس ما لعبناش، كل اتساوى بيك وانا راجل بطل عالم وانت لسه راجل مبتدئ، ده كده انفير. وعشان كده في المعارك الحقيقيه على الارض المعركه بتنتهي قبل ما تبدا. لو انت مخابراتيا فهمت خطه العدو وتوزيعاته في المكان وهو ما عندوش المعلومات دي عندك، فانت بتوزع قواتك بشكل مختلف، وبالتالي المعركه انتهت من قبل ما تبدا. وعشان كده انا عامل حاجه اسمها الشطرنج الجغرافي. اللي عايز اقول لي بقى اقول لكم يعني الشطرنج على موقع جغرافي بتاع والشطرنج رباعي، حاجات كتير العاب حلوه جميله يعني. كلها جايه منين؟ من واقعيه الامر. تكون واقعي على الارض. منين الناس اللي بتشتغل بزنس موديل بشكل واقعي؟ لازم يبقوا من الشارع. مش طالب الجامعه. انت بتتدرب، ولكن وانت طالب جامعه بتتدرب بتروح حاطط افكار كتير على الورق وتنزل تطبقها على الارض، ان نجحت 10% فانت تمام. لكن عاده انت ما بتعرفش تطبقها اصلا. ان انت اللي كاتبه غير قابل للتطبيق، بس هو في نظرك وانت بتكتبه قابل للتطبيق. طب الحل ايه؟ الحل انك دايما تجيب استشاريين. ناس اكبر منك يشتغلوا على الارض، مش منظرين، مش اعضاء هيئه تدريس ما مارسوش العمل التجاري. في مصر صيني يقول لك ما عرفش ينفذها راح يدرسها. لان اللي بنفذها مش فضيلك. وعشان كده من الصعب جدا تلاقي ناس بتوع ماركت بلان حقيقيين يقعدوا يشرحوا لك البيزنس موديل. انا بشرح لك البيزنس موديل التنظير. اشتغلت شويه عليه على الارض، لكن انا مش بتاع تسويق. شرحت لك بلوكات افكار بيزنس ونفذ في الارض، بتبقى مقترحات مش تطبيقات في الشارع ليا. او افكار حصلت معايا في شركات من الشركه من شركاتي. وجات كده. يعني اذكر سنه 2004 كان عندي شركه مساهمه، كان هاردوير عربي. كان اول هاردوير عربي، كان اختراعي، دخل معايا رجال اعمال العرب. ففي البدايه كانت الفكره بتاعتنا في كان البزنس موديل ده ما طلعش، كانت ككونسبت مش موجود، يعني كبيبر كمديون مش موجود او كمدير مش موجود، لكن ككونسبت موجود، كافكار موجود. فرحنا اشتغلنا، قلنا خلينا نشتغل من الراس فنروح. التكنيك بتاعنا ان احنا هنشتغل مع وكيل وكلاء في كل دوله، ف ونجيب من علاقاتنا الوكيل مين الموجود في مصر في السعوديه في الدول الافريقيه. فكان في مصر هنا مترا، هو اكبر شركه كمبيوتر في مصر ساعتها. فتواصلنا وعن طريق العلاقات برئيس مجلس الاداره طارق عيسى، ورحنا قعدنا معاه عشان هو ياخد وكاله المنتج. هو اشترط علينا انه ياخد صناعته في مصر عشان ياخد وكالته، واحنا وافقنا. فاخد الوكاله. لما نزل يبيع ما باعش، ما عرفش يبيع ولا واحده. فاتصل بينا قال لنا المنتج مش عايز يتباع. جبت ناس بتوع تسويق قلت لهم موضوع كذا كذا يا شباب نعمل ايه بقى؟ فقعدنا نفكر وطرحنا افكار. كان من ضمن الافكار ازاي نعرف نوصل للكاستمر. انت معاك فاليو وعارف ان الكاستمر عايزها، بس في كارت، وده بقى نقطه مهمه حطوا عليها دايره كبيره قوي، معيق دايما هتلاقيه موجود عندك في السوق بيعيق اي منتج جديد بينزل، اللي هم مين؟ الديلرز، الموزعين مش الوكلاء. الوكيل عنده مثلا 100 موزع 200 موزع، الموزعين مش عايزين ياخدوا لانهم بيدفعوا كاش والمنتج مش معروف. فعملنا تكنيك كده ان انا اعتبرت الكاستمر بتاعي هو الديلر مش الزبون. لا يعني يكون عندك كده الكونفليكت، الاب ولا الطفل؟ انا عامل لعبه، مين الكاستمر بتاعي؟ الاب. انا عامل اللعبه للطفل بس مين اللي هيشتري؟ الاب. فانا عامل اللعبة المنتج للزبون بس مين اللي هيشتري؟ الديلر، الموزع. المول اللي فيه مش عارف كم محل، في مترا مثلا عندها 100 موزع في القاهره واسكندريه، موزعين من كمبيوتر. فعشان ياخدوا المنتج بتاعي لازم هو زبوني.
الفاليو اللي عايزها مني مش هتكون المنتج بتاعي، مش هي. الفاليو اللي عايزها مني ان اوزع له محله، هو عايز يعمل اعلانات لنفسه، عايز يجيب زبون عنده. فلما اقول له تعالى اعمل لك اعلانات في الاهرام هيجي لي، هو مش عايز مني المنتج اصلا يعني. فقلت له انا هعمل اعلان وهحط اسمك ورقم تليفونك في الاعلان بتاعتي. قال لي تمام. الاعلان ده كان بيكلفه هو 1000 جنيه. فقلت له انا هعمله مجانا وهتشتري مني اجهزه بقيمه ال 1000 جنيه. قال لي مش فارقه، كده الاجهزه هوقف عليه ببلاش، مش فارقه، خجرها. هو كده خد قيمه ال 1000 جنيه اعلان، يرمي الجهاز مش عايزه. فاشترك معايا 100 موزع على مستوى الجمهوريه. وخدت نص صفحة أو تلتين صفحة في الأهرام، كان مكلفاني ساعتها 80,000 جنيه، وعندي الإعلان ده دلوقتي وأسمائهم وأرقام تليفوناتهم، وكل واحد منهم خد 100 جهاز، 10 أجهزة بس. فده لما حصل الزبون بتاعي بقى الأصلي الإند يوزر شاف الاعلان بتاعي، فنزل المحل يسال على المنتج بتاعي، فالمحل انبسط قوي جبت له رجل، بس المنتج بتاعي اتباع، وبدا المحل ده ما خد 10 طلب 50 بعدها، اللي طلب 25 وطلب 30، وبدات الستوك اللي في المخزن كله يمشي. ده نمط بيزنس موديل او طريقه، ان انا غيرت الكاستمر بتاعي واديت فاليو تاني خالص غير المنتج اصلا، لان الكاستمر واحد تاني يعني، عشان اعرف ابيع منتجي. شوف العيب شيحه يعني، عارف قاعد بتعمل كده عشان تعرف تحرك نفسك. فده نماذج او نموذج من اللي انا عملته. ما اقدرش افتيك بقى في اللي مثلا، انا ممكن اشرح لك او احكي لك عن فيسبوك عملت ايه، لكن نظري كلام بنقراه انه لك، انت ممكن تخش تقراه على النت، لكن عمليا احكي لك تجربتي بس، لان في شغل البزنس والفلوس والدفع ما تسمعش من حد غير اللي نفذ واشتغل بايده، مش منظراتي. لوك 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 لوك، روح انت لوك لوك اقرا من على النت زيه، مش تفهم، خش لا تكتب بزنس موديل، هتلاقي فيديوهات وشروحات كله بيشرح لك التب الانجليزي، انا هشرحها يعني، انا شرحتها احسن مني اقل مني، بيشرح لك البزنس موديل كانفاس الورقه دي اي دي اي دي اي دي اي دي، بيقول لك نماذج شركه كذا عملت كذا، ودي في حاجه اسمها نظريات انك انت تدي الهديه للعميل وتاخد مش عارف ايه، تكنيكس كده، تكنيكس. لكن قصص على الارض عملها وسواها يتعدى على الصوابع اللي هيقول لك حاجه زي كده، واللي لسه شغال يعني. شركتي دي قفلت 2008 2009، لو كانت شغاله ما كنتش احكي لك القصه دي، ما اقدرش احكيها لك، شركائي ياكلوني. تمام.